المبادرة بادية من أقل من سنة حقيقة، لها 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول للمبادرة هو زيادة التوعية المجتمعية والطبية بالجلطة الدماغية وأهميتها. الهدف الثاني للجلطة الدماغية، لمبادرة الجلطة الدماغية، تدريب الكوادر الطبية على مستوى الوطن العربي في كيفية التعامل مع الجلطة الدماغية وأحدث الوسائل في منع حدوث الجلطة أو في علاجها. والهدف الثالث للمبادرة تعزيز مفهوم مراكز الجلطة الدماغية وزيادتها على مستوى المنطقة وزيادة حجم المراكز الدماغية سنتر اوف اكسلنس على مستوى منطقة الوطن العربي. ماذا نقول ان السكتة الدماغية خطر زائد؟ هي خطر دائم يا صاحبي. الان الان لدينا في شكل ما ذكرنا في المقدمة حوالي 250,000 ضحية للجلطة الدماغية في جمهورية مصر العربية الحديثة، منهم 50,000 يتوفون خلال 12 شهر الجاية. خلال السنة سنويا 250,000 يصابون بالجلطة الدماغية، خمسهم يتوفون خلال سنة والباقيين يتمون بعاهات شديدة جدا. يعني خلال 4 سنوات في جمهورية مصر العربية في 1,000,000 شخص يصابون بالجلطة الدماغية خلال 4 سنوات، عدد كبير مهول جدا يجب التعاون معه. حقيقة ما قصرت وزارة الصحة المصرية، شال عاملة هم كبير لدعم مجال الجلطة الدماغية، في حقيقة دعم كبير للمراكز الرئيسية في الجمهورية للجلطة الدماغية، في كلام كبير على توفير الأدوية لي شريحة كبيرة من المجتمع المصري بأسعار قد تكون